خبر مفرح وبشرى لكل المتقاعدين، وأخيرا الصندوق الوطني للتقاعد قام بصب رابيل للمتقاعدين لسنة 2021. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا. قبل بدء الفيديو فضلا وليس أمرا، اشترك في القناة واضغط على زر الجرس، وهذا ليصلكم كل جديد. الفيديو تاع اليوم مخصص لأصحاب التقاعد، بشرى وخبر مفرح لكل المتقاعدين، وأخيرا الصندوق الوطني للتقاعد قام بوضع منصة رقمية جديدة لأصحاب التقاعد. رانا ما نسيناكمش وجبنا لكم خبر مبشر. نتمنى تتبعوا الفيديو للآخر هكذا باه تفهموا جميع التفاصيل. راح نشرح لكم بالتفصيل باه تفهموا واش معناتها المنصة الرقمية اللي دارتها الصندوق الوطني للتقاعد. هذه المنصة الرقمية هي منصة عادية، تخرج لكم تكتبوا فيها رقم المعاش تاعكم، تكتبوا تاني تاريخ الميلاد تاعكم وطريقة الدفع الى اخره، المهم تكتبوا كل المعلومات الشخصية تاعكم. ولكن قبل هذا كاينه معلومة راح نفرحكم بها بزاف بزاف، وهي قد تم صب الزيادة تاع شهر ماي لسنة 2021، الرابيل تاع العام اللي فات. كاين بزاف اللي سقساونا على هذه الزيادة، قالوا ما كانش منها وما زادوها الناش، وديما يسقسيونا عليها في القناة، وقال لك الخبر اللي قلتونا عليه ما كانش منه، وأين هي الزيادة السنوية؟ درك نتوما راكم تسالوا للصندوق الوطني للتقاعد رابيل، لانهم ما صبوا لكمش الزياده السنويه تاع العام اللي فات. كنا حكينا العام اللي فات باللي راحين يزيدوا لكم زياده سنويه لشهر ماي تاع 2021، ولكن تخلفت وما صبوهاش. وهنايا ابتداء من 19 جوان 2022 راح يتم صب الرابيل هذا. هذا الرابيل دونك بزاف يقول لك شو هذا الرابيل، منين جا هذا الرابيل؟ راه الزياده السنويه تاع العام اللي فات اللي كنتو تسناو فات تاعكم، راحين تلقاوها في المنصه الرقميه اللي داروها هنا ابتداء من 19 جوان 2022. ثم اي واحد يروح للكونت تاعو راح يلقى الرابيل تاعو ولا دراهمو في المنصه الرقميه. نظن هذا خبر مفرح بزاف. باه ما نطولش عليكم لا فيديو، وباه ما نعقدوش التفاصيل، وباه تفهموا درجه درجه، حبيت ندير لكم زوج فيديوهات باه ما تتخلطش عليكم. الفيديو هذا حبيت نبشركم بالرابيل اللي كنتو تسناو فيه، باللي هذا الرابيل كي تدخلوا لي كونت تاعكم راح تلقاو الرابيل تاعكم. ونعرفكم تاني، وحبيت نعرفكم على المنصة الرقمية اللي دارها الصندوق الوطني للتقاعد الجديدة. في الفيديو الجاي ان شاء الله راح نديرو فيديو مكمل لهذا الفيديو، راح نحكيو على هذا المنصة الرقمية، نحكيو تاني كيفاه تستخدموها، كيفاه تعمروا المعلومات، كيفاه تشوفوا الدراهم تاعكم ولا الرابيل اللي حطوه لكم اللي صبوه لكم تاع الصندوق الوطني في المنصة الرقمية، نعطي لكم كيفاه تشوفوه. المهم الفيديو الجاي راح يكون مكمل، وراح نشرحوا ايضا بالتفصيل كيفاه تخدموا بالمنصه الرقميه، راهي سهله ما فيهاش تعقيدات. واللي مهتم بهذه المواضيع اكتبوا لنا في التعليقات ونكثر لكم منهم ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب، وهذا تشجيع لنا لعرض المزيد. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.